بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا عن أوناكسن دعوة ديال وحتكسر دواتان برامج كترتن كقرآن أغرسك بشب بركيسن رمضان تي فيغا سومالي كابل مانتي ومالين كشناد ترتن كأربعة مالين كاللحاذة بشب بركيسن رمضان سند كون أفر بقول أفرتن يكو ذي جيرية إسلامك waxa ino tartami doona insha Allah ta'ala arurta kala ah Sumayya Ilmi Muallim Muhammad wa Sumayya Ilmi Muallim Muhammad 10 sano jir tartamaha labaad Abdulrahman Mahmud Abdul Qadir Abdulrahman Mahmud Abdul Qadir wa 10 sano jir ترتمها سدحات عبد الله محمد عبد الصمد عبد الله محمد عبد الصمد السجنة وطبن سنجر ترتمها أفراد بشير آدم محمد بشير آدم محمد ولبيه طبن سنجر aruurtaas waxay ka kala imaadeen degmooyinka kaxda iyo dharkeenley waxayna ku tartami doonaan 15 ka juzey hoose ee quraanka kariimka bi riwaayad hafsa an aasim bi tajweed an kataba galinta musabaqada wa shirkadda korontada ee beeko gudiga garsoorka waxaan iska kaashaneena ustaad adam haaji yusuf خضر إيوه الأستاذ علي نور آدم كاميرا ذي إيوه فرسمدا وحا إسكا كاشانا إيوه سيد علي إيوه عبد الرحيم عين لابه قديقة ترتنك قران أغرسكا بشبرة كيسان رمضان تيفيغا سومالي كابل وحي أويريان ترتمها كوات قوات للغومة عابه سومية علمي معلم محمد وسومية علمي معلم محمد قبضان و طبن سنجر و طبن سنجر حفظ السن نسيبك تجابي وراغضان هلعب كغاضة سمية وحي نسيبه يالتي سؤاش كوبات سورة الأنبياء بقى سدح بقول لباتن يلح سؤاشك وادي السمية وصورة الأنبياء سفحة سدح بقول لباتن يلح سؤاش اللبات سورة الصافات سورة الصافات أفر بقول أفرتن يلح وبقى أفر بقول أفرتن يلح سؤاش أقدم بيس السمية سؤاش أقدم بيس السمية سورة الحديد صفحة ذا شم بقول يا أفرتن فضل أستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القذفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما سمية
cilmi mucallim maxamed ay ahayd ardayadaasi tartamaha xiga waa cabdiraxmaan maxamuud cabdulqaadir cabdiraxmaan maxamuud cabdulqaadir waa 10 sano jir xifdisan 15-ka juzee hoose qur-aanka kariimka diyaarna u ah in uu ku tartamo cabdiraxmaan waxa uu ka yimid degmada kaxda nasiibkaaga tijaabi waraaqadaha hal xaba ka qaada cabdiraxmaan saddexda su-aal ee nasiibka u yeeshay waxa ay kala yihiin su-aasha koowaad suuratu lfurqaan safxada 361 su-aasha labaadna waa suuratu fusilat 479 su-aasha ugu dambeysa cabdiraxmaan maxamuud cabdulqaadir waa suuratu saf bega 552 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونا تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونا تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونا تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى
نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم خالدين فيها. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. عبد الرحمن محمود عبد القادر أيها ترتماحي عبد الله محمد عبد الصمد وطبن سنجر دقمذا كحد أيو كيمي نصيب كاغي تجابي سد هذا السؤال نسيبك ويا شيء وحيكليهين سورة ذها سورة مريم سد حب وقل يسديت سؤال شلا بعدنا وسورة الروم أفر بقل يه سجال سؤال شو قدام بس عبد الله محمود وعبد الله محمد عبد الصمد وسورة الأحقاف شنبقل يشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان
إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولا عبد الله محمد عبد الصمد أيها ترتمها سي ترتمها حقا بشير آدم محمد بشير آدم محمد ولو يطبع سنجر دقن دقمدا دركن لي حفظ سن شن يطبع كجزء وساء قرآن ككريم ك ديار نواه بشير مصاب غذا إن وكغيب قاتو سد هذا السؤال يا بشير نسيبك ويا شيء سؤال شكوبات وسورة المؤمنون سورة المؤمنون بقى سد حب وقول أفرتني يلابو سد حب وقول أفرتني يلابو سؤال شلابات بشير وسورة لقمان سورة لقمان صفحة أفر بقول طبن إيو سدح سؤال قدام بشير آدم محمد وصورة المدثر صفحة شن بقول تضبات إيا لح ابدأ سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون والذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إنا ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. بشير آدم محمد أيها ترتمها سي حلقة ما أنت ترتمها أقود دنبيين وبشير بريتولي وقميصة مسابقة وأن كان السنة تضبط رمضان سيدا سيد لميدا جمعها سيديدا bisha barakeysan ee ramadaan oo aan ka nasanayna maalinka lixaad ee tartanka sabtida 9ka ramadaan 1441 hijriyad islaamka ayaan dib isugu soo noqonayna insha Allah waxaana noo tartami doona caruurta kala ah Abdul Hakim Uthman Yusuf وعبد حكيم عثمان يوسف صفية محمود آدم إكرام عبد السلام ورسمة إيوه حمدي معلم محمد كولة دايني إيوه علاش بيها أينك كلا إيمان دونان عرور تاسي gudaan barnaamijka tartanka quraan akhriska bisha barakeysan ee ramadaan tv ga somali cable halqadii samantay ayaan intaas ku soo gabagabeysanayna kaameramaanadeena sayid ali iyo adirxiin ayn laabe aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dhanka gudiga garsoorka al ustaad adam haji yusuf khadir iyo al ustaad ali nur adam taabagalinta shirkadda korontada ee beko bacdallahi subhanahu wa ta'ala qabsoomidda barnaamijkan waan kaga mahadcelinaynaa caruurta inoo tartantay macallimiintoodii waalidiintoodii qaabka qorxoon ee tartanka nagala qayb qaateen waqtigan ee nala ilaaliyeen waan kaga mahadcelinaynaa
daawadayaal waqtigiina idinkuna allah idin barakeeyo miisaankiina xasanaadka ilaahay in ku kabo somali cable tv ga iyo facebook iyo youtube kaba adduunyado idil si toosa ayaad barnaamijkan uga daawanayseen dhammaanteen oo isku wada duuban waxaan inkaga tageynaa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك